وما عمري عرفت الثمن ديال الكوكوط حتى تزوجت وخلصتها بالدريطه. ومين كتخسر كان داع عند الميكانيسيان ديال الكوكوط حيت ما نقدرش نشري وحده اخرى. علاش؟ حيت غاليه. دابا مع مرجان كوكوط لا ماكم 5 لتر ونص غير ب 200 درهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاتمان. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من ميكروسبور. اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين واش عندنا التوعيه والتحسيس في الملاعب الكرويه ديالنا. بقاو معنا مشاهدينا. صداعات الشغب ديما في الملاعب داكشي. المهم شنو نقول لك، هادشي كيف قالوا خصو يحيدوا لي زولتراج، ولكن هذا راه ماشي حل. ما خصهمش يتحيدوا لي زيلتراج. هما راه بنادم اللي خصو يتوعى شويه، وما كاينش توعيه ما كاينش تحسيس، وكل لاحظوا باللي الامن حتى هو ما كيديرش الشغل ديالو. فهمتي، هو الواحد خاصو يتربى في دارهم قبل ما يخرج للملاعب، حيتاش الواحد ما كيخرج للملاعب وكيدير هادشي دونك هو ليدوكاسيون ما كايناش في ديورهم. وكاين، ولكن سميتو شنو نقول لك، داك الشيء راه باين بنادم الله يهديه وصافي. شنو نقول لك، اش ما نقول انا، ما كنمشيش التيران، ولكن اللي كيمشي التيران ما يعرفش شنو كيديروا. الشغب هو اللي موجود، خص الناس، لا التوعيه ما كاينش، خص الناس يوعاو شويه. الشيء اللي كيديروا ماشي معقول. الدراري كيمشيو يتفرجوا، يمشيو الضحيه، ويمشيو بزاف الناس كي طوموبيلات الناس يتهرسوا، محلات الناس يتكرفسوا، ماشي معقول. العقليه لازم التغيير العقليه، انا بالنسبه لي انا العقليه هي قبل كل شيء. لازم التحلي بالروح الرياضيه. نشوفوا توا الملاعب الاوروبيه كيفاش الكراسي نتاع الملاعبيه وما بين الاستاد الملعب قريبه ياسر، يعني فهمتني، تحسك اللي العقليه نتاعنا نحبوا الفوز. واحد جوج اخوات، واحد يحب الرجاء، واحد يحب الوداد، واحد يحب النادي الافريقي، واحد يحب الترجي الافريقي التونسي، كيف كيف يعني فهمتني. يعني يحط خوه، واحد يضرب خوه يقتله، ما تجيش زاده فهمتني. ما كاين لا توعيه لا تحسيس. واش تلبز دوزام كتعمل التوعيه، ميدي ان كتعمل التوعيه، اذاعه الاولى كتعمل شي توعيه، والراديوات مارس ولا اللي كان ولا هذيك ام اف ام كتعمل شي توعيه. والو على هضره كيشكروا في هذا ويهزوا في هذا ويهزوا في هذا، ما كاين لا كره لا والو. من الناحيه ديال الكره ما كاين والو، ما كاين لا توعيه لا تحسيس. الدليل اللي كيوقع في التيران من الشغب ومن هذا الشيء اللي كاين، ما كاين حتى ما كاين لا توعيه لا. بهذا مشاهدنا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة من ميكرو سبورت. سؤالنا النهار اليوم كان هو واش عندنا توعية وتحسيس في الملاعب الكروية ديالنا من خلال الآراء ديال المواطنين اللي استقيناها لكم في الشارع. يعني مجموعة ديال المواطنين قالوا بلي ما كايناش توعية وما كاينش أيضا تحسيس في الملاعب الكروية، وخاصنا نبادروا لهاد المبادرة هذه باش نتفاداو أعمال الشغب في الملاعب ديالنا. بهذا مشاهدنا وصلنا لنهاية الحلقة. موعدي كيجدد بكم في حلقة رياضية دائما على شوف سبور ودائما على شوف تيفي. إلى اللقاء.